السلام عليكم. كيفية إظهار نسبة شحن البطارية في أجهزة جالكسي؟ لاحظ لدينا بالأعلى البطارية لا يوجد بها نسبة شحن، ولإظهار نسبة الشحن المئوية نتوجه إلى خيارات ثم نضغط على الضبط، ومباشرة نذهب إلى خيار المزيد، ومن هنا نضغط على خيار البطارية، وأسفل الخيارات نضغط على خيار عرض نسبة الشحن في البطارية، فتظهر لدينا نسبة شحن البطارية بالأعلى كما نرى هنا. تحياتنا إليكم، دمتم في حفظ الرحمن.